الجماعة دول بقى بتوع الفيسبوك، يعني بتوع الحوارات التكستوية، يعني أقول له يا ابني أنت ما عندكش صوت، يعني حاول يبقى عندك صوت كده وكلمني واعرض اللي أنت عايزه. يقول لك أصل أنا بتصل بيك وما بعرفش. يا عم ده أنت عندكوا تليفون مخصص أهوت، مخصص تليفون شغال أهو مخصص المعممين اتصل عليه. يقول لك أصل أنا بتصل عليك وما بيجمع معايا. قلت له خلاص اتصل بيك انا، يعني بسيط، يعني الموضوع مش محتاج كتير. يعني ادي عندك 9 6 4 7 7 8 1 0 2. المهم قعد يسبني جامد بقى، وطبعا انتوا مستنيين ان انا اقول لكم بيت الرقم لكن مش هقوله حفاظا على الراجل برضه. خلونا نسميه الرافضي. المهم يا اخوانا الراجل ده اول ما دخل عليا، شلونك عامل ايه اخبارك مش عارف ايه، كويس الحمد لله تمام مش عارف ايه الكلام ده كله، والله احنا بنحب الصحابة وبنحب امهات المؤمنين ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام ماشي يا عم كويس، ربنا يهديك ويصلح حالك، والله خطوه كويسه ومش عارف ايه وخطوه كويسه من الناس العشائر في العراق والكلام ده. تمر الايام الاقي عم زي الاطفال الصغيره بيبعت لي فيديوهات، فيديو مش عارف لمين كده وهو بيتكلم بيقول ايه، فيديو الشيخ ازهري وهو مش عارف بيقول ايه، وفيديو يا عم انا حاج بطل لعب عيال صغيره. انا لو انا على الفيديوهات هردم لك التكست عندك في الواتساب، فيديوهات ومعممين كمان وكلها اخر مسخره. يعني اوعى تفكر ان انت بتحط لي فيديوهات مثلا انا كده خلاص يعني هسلم لك ولا حاجه، فخليك راجل وايه بلاش لعب العيال الصغيره ده. انا قلت له بلاش لعب العيال الصغيره هنا، وتحس ان بكابورت طفحت، مجاري بلعات فطفحت. الراجل اللي كان مسالم من قيمه كام يوم يعني بقى سبني وشتمني وشتم الصحابه وشتم ام المؤمنين عائشه. عارفين انت ايه يا عم في ايه؟ ما انت كنت لسه من شويه، يعني ده انت كنت لسه من شويه ما فيش كام يوم بتقول لي احنا ما بنسب. والله العظيم هذا حادث يا اخوانا، يعني ما فيش كام يوم. يعني انا قلت له يا اخوانا، قلت له انتوا اللي بتدوا صوره، انتوا مش هتخلونا بعد كده نسمع كلامكم. يعني حتى لو في انسان صادق وجاي داخل لي يقول لي انا والله ما بسب الصحابه وما بسب امهات المؤمنين، انا هشك فيه. يعني انا قلت له انتوا كده خلونا، انتوا خلاص انا يعني اي واحد بعد كده شيعي هيقول لي لا ما بسب خلاص، وعندي تجارب ياما من نفس الموضوع. طيب اهو ظهره، خلينا اتصل بيه. هو التليفون الردنة الطويلة ديت، هو الواتساب عشان بستعمل الفي بي ان فبيعمل كده. اهو الصورة، مش عارف الصورة بتاعته هتبان هنا ولا لا، بس اهو الصورة بتاعته هنا لم يتم الرد. اهو صورته، صورته. وقلت له هتصل بيك بكره، حضر نفسك هتصل بيك. بتصل بيه تاني. بتصل بيهم، وعدت ان انا اتصل بيه وبتصل بيهم ماكو رد. يعني ما احبش البقيه على الفاضي، خلينا اكتب له من هنا بتصل عليك الان لماذا لا ترد.